بيعمل. حتى بيسموها شجرة الكريسماس اللي بتتبان في النص دي، وتلاقي خط كبير في النص ويتفرع منه يمين وشمال عامل زي الورقة بتاعت شجرة الكريسماس. فده أول درجة من درجات الصلع الوراثي في الستات، وبيجي من الأب أو بيجي ممكن من ناحية الأم كمان، ناحية الخال الجد حاجة زي كده. اعتقد ان احنا لما تكون الوصف اللي انت وصفتيه ده فيعتبر الدرجه الاولى. الصلع الوراثي في الستات بيبقى 3 درجات، فانت في الدرجه الاولى وتعتبر ما هياش درجه متقدمه قوي. العلاج اللي ممكن نعمله هيحافظ على على الشعر الموجود ويحسن نوعيه الشعر، سواء كانت ادويه او استعمال البلازما او الميزوثيرابي او الليزر. 3 حاجات دول بيستغنوا مع بعض. اللو ليزر لايت شرحناه قبل كده، اللي هو مشط الليزر اللي بيستعمل يمشي على الراس بيساوي الدوره الدمويه ونشط البصيلات، لكن مش هيطلع شعر جديد. ما نتوقعش ان العلاج يطلع شعر جديد الا شعر خفيف جدا ما يغنيش. فاحنا بناخد العلاج وبنستمر عليه فتره، لو لقينا الامور ماشيه يبقى احنا سبقنا قوه العامل الوراثي بتاعك، يبقى هتمشي كويس قوي كده العلاج، او العلاج مش كافي يبقى نفكر في زراعه الشعر. ان شاء الله احنا الحلقه الجايه اوعدكم دلوقتي هتكون على زراعه الشعر في الستات بالذات. ام ندى اتفضلي. يا ام ندى الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. لو سمحت حضرتك، انا كان عندي بنت اتولدت فكان عندها شد في الضفيره العصبيه تحت الباط. نعم. فعملنا علاج طويل، علاج طبيعي كتير قوي، المهم عملوا لها عمليه عشان يظبطوا الدراع ده. فلقوا فمنظر العملية من بره، عملناها في المستشفى بتاعت الأطفال دي، منظر الخياطة في دراعها عاملة زي الحرف L كده، ومنظرها بشع جدا. المهم العصب رجع كويس؟ لا مش قوي، وعملنا علاج طبيعي كتير، بس هم قالوا دي آخر حاجة ليها. بس منظر هي دلوقتي بقت أنسة، منظر الدراع من ورا شكله وحش جدا. اوكي، مع الف سلامه يا ام ندى. وبعدين انا هي برضو انسه وانا مش عارفه يعني اروح بيها فين. من عينيا حاضر هقول لك. يعني ام ندى بتتكلم على مشكله جرح اتعمل نتيجه عمليه جراحيه ايا كان بقى نوعها. الجلد تفاعل بطريقه مش حلوه، جرح باين ومكلكع وعالي، ودي مشكله بنشوفها كتير قوي في جروح كتيره ما بعد العمليات الجراحيه. طبيعة الجسم الالتئام فيه وحشة، يمكن كان العملية مش حلوة، يمكن الخياطة ما كانتش مظبوطة، يمكن حصل التهاب. المهم دلوقتي ان في اثر جامد، نعمل ايه؟ طبعا احنا هنشوفه ونقرر، لان احنا عندنا كذا حاجة ممكن نستعملهم، ابتداء من الابسط خالص اللي هو الحقن البكورتيزون الخفيفة بجرعات خفيفة اللي بتهدي الحاجة العالية، استعمال لزقة من لزقة سيليكون او استعمال كريمات، كل ده مبدئيا بيتعمل. بعد كده بنشوف السكة اللي هنمشي فيها، ترى نكمل بالليزر ولا نكمل بالخلايا الجذعيه، والاثنين بيفيدوا جدا وبيحسنوا. ما نقدرش نقول درجه التحسن من الاول، لكن بنتوقع انه يتحسن. تحسن كام في المية هتختلف من شخص لشخص، من جرح لجرح، من مكان جرح لمكان جرح. فطبعا لكن عندنا حالات كتيره بتتحسن قوي بالحاجات اللي انا قلتها لحضرتك دي كلها. علاج الندبات واثار الجروح واثار العمليات الحقيقه من الحاجات اللي محتاجين دايما ان احنا نتطور فيها، لانه احنا شعب الجلد بتاعه اغمق واتخن وزيتي شويه، فالجروح في حتت كتيره من الجسم بتسيب اثر، بالاضافه طبعا لانه قد يكون مشكله في اثناء خياطه الجرح الاول اصلا. فمحتاج منادى تاخدي بالك وتخلينا نشوفها واحنا نقرر نعمل ايه بالظبط. اذا مين هيبقى محتاج يعمل تصغير للثدي؟ ممكن جدا تكون بنت قبل ما تتجوز، نشوفها كتير في بنات بيبقى عندهم سواء كانت وراثه او اضطرابات في الهرمونات او بيبقى ساعات حاجه مرضيه. بنت تبقى صدرها كبير بدرجه متعبه، ما هي اصله شيله وبيبقى محمل، توصل تلاقي البراع عامل خط هنا في الكتف، وفي وجع في الرقبه، ممكن وجع في الظهر. فطبعا الحل هو العمليه. يا ترى لما تتعمل في بنت زي ما تتعمل في ست كبيره؟ لا، الجراح بيبقى واخد باله كويس قوي ان في البنت ممكن يبقى احتمال رجوع الانسجه اللي هتتساب في الصدر كبير، فبالتالي بيصغر اكتر شويه عشان لما يكبر تاني يرجع طبيعي، ما يرجعش يرجع يكبر قوي. ممكن تكون الست دي كان صدرها طبيعي بعد الولادات المتكرره، بعد الرضاعه، في ناس بيحصل عندهم
مع التغيرات الهرمونيه اللي بتحصل في الجسم في فترات الولاده والرضاعه يكبر ويكبر قوي، ما يرجعش طبيعي تاني. وطبعا لازم يكبر اثناء الرضاعه، لكن في العادي ان التضخم ده كان تضخم في الغده عشان في وظيفه مطلوبه منها تطلع لبن، بعد كده بيرجع تاني ويرجع طبيعي. لكن في بعض الناس بيتضخم وما يرجعش تاني، يبقى نفس السبب. فالسمنه المفرطه مش شرط يكون هو الصدر كبير، مش شرط. هو الصدر ده بيتكون من غده لبنيه، الغده اللبنيه دي تتكون من فصوص كتير، الفصوص دي من كل فص طالع منه قناه، القنوات دي كلها بتتحد عند الحلمه عشان افرازات اللبن تطلع من الحلمه. عند البلوغ تبتدي الغده دي تكبر، وفي نفس الوقت يحط شويه دهون ما بينها، يبتدي ياخد الشكل، الصدر ياخد شكله. مع الولاده والرضاعه زي ما اتفقنا بيكبر حجمه شويه ومفروض يرجع طبيعي تاني. عنده حلو بلوغ سن المينوبوز في قطاع الدوره الشهريه والحاجات دي بيحصل تاني نمور ويبتدي يبقى يكبر بقى تاني. تغير في الحاجات دي ممكن يخلي الحجم كبير زي ما قلنا الاسباب من شويه. وما بتبقاش عمليه تجميل بس، زي ما قلت لحضراتكم ده كتير قوي منهم بيعانوا معاناه مفرطه من الام في الرقبه وفي الظهر وفي الكتف، زائد الشكل ما بيبقاش مريح، الهدوم ما بتبقاش مظبوطه ملفت للنظر، يبقى مش محرج للست، مش لطيف. فاذا انا لما اجي اعمل عمليه تجميل هيكون في دماغي حاجات كتير. انا بقول ليه مش بعمل عمليه تصغير، انا بعمل تجميل عن طريق التصغير، عايز احافظ على شكل صدري كويس حجما وشكلا ومرتفع ومش مترهل، وفي نفس الوقت احافظ على الوظيفه بقدر الامكان، نسيب الاحساس والدوره الدمويه في الحلمه. وياريت كمان لو تقدر بعد ما تعمل عملية رضع، هل ده ممكن؟ اه ممكن، لانه انا الطريقة اللي بعملها في العملية هي اللي بتحدد اللي انا شرحته دلوقتي. يعني انا بلاقي اعمل رسم، طبعا عشان اخش بقى في تفاصيل لان دي قصة اكاديمية تقال الدكاترة، لكن احنا كلنا عايزين نلف حوالي الغرض ده، عايزين نخلي مستوى الحلمة يبقى زي ما هو الطبيعي قصاد نص الدراع، الصدر يكون لحد ما قايم لحاله مش محتاج البس له حاجه عشان يترفع. الاحساس والدوره الدمويه في الحلمه طبيعيه، شكل الحلمه ومقاسها يتناسب مع حجم الصدر. ساعات كتير واحنا بنكبر بنصغر حجم الحلمه، اوقات تانيه ما بنحتاجش. وفي نفس الوقت ما يكونش الاثر بتاع العمليه باين بقدر الامكان. كل دي حاجات انا بحطها في دماغي وانا بعمل الخطه واتفق معاكي. عادي يا ستي شكل الجرح هيبقى كده، مكان الحلمه هيبقى هنا، حجم الحلمه هيبقى هنا، احساس والدوره الدمويه هيبقى طبيعي، تبقى ناقص نقطه الرضاعه. يا ترى هقدر ارضع يا دكتور؟ خصوصا لما تكون بنت. يا دكتور ده ما لسه ما اتجوزتش، طب هتقدر؟ خلينا نوزنها بقى. احنا بنسيب جزء من الصدر متصل بالحلمه واحنا بنعمل عمليه عشان يحافظ على الدوره الدمويه والاحساس. الجزء ده قنوات اللبنيه اللي موجوده من الغده اللي واصله الحلمه شغاله، يبقى ممكن دي ترضع. قد يكون تلت الصدر، قد يكون ربعه، يمكن يكون نصه. هو ده الجزء اللي ممكن يرضع، الجزء الثاني اضطر اشيله وهقطعه وهقطع اتصال القنوات بالحلمه، بس مش هرضع. لكن عندي ناس كتير قوي عملوا العمليه دي وبيرضعوا. وعندنا صوره حتى الواحده كانت فيها كميه لبن اقل. بس احنا عايزين نلفت النظر لحاجه مهمه، ان في ناس بتنسى الحكايه دي. خصوصا البنت اللي مامتها جايه منزعجه، يا دكتوره هي هترضع بعد العمليه؟ هقول لها تفتكري حضرتك الصدر الكبير قوي ده هيرضع لبن كتير؟ المبدا ده مش صح. الصدر لما كبر يبقى هيطلع لبن كتير؟ لا بالعكس، ده اللي بيحصل الكبر ده بيكون في الانسجه اللي مش بتاعت الغده، الانسجه الدهنيه والتليفات اللي بتحصل بتخنق الغده بتكتمها، فبتخلي افرازات اللبن اصلا من غير ما تعمل عليه مش هيكون ترضيع كويس، فمش هنخسر كتير. طبعا الست اللي هي كبرت او مش ناويه ترضع تاني، الموضوع ده ما بيتفتحش اصلا، مش ناويه ترضع تاني. نكمل معانا اتصال. مدام سهى اتفضلي يا فندم. ايوه يا فندم. ايوه اتفضلي يا مدام سهى، انا معاكي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اهلا بيكي. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه دايما. اتفضلي. لو سمحت دلوقتي عندي مكان اثار حب الشباب. ايوه. حبوب في ندبات وكده، فرحت الدكتورة قالت لي في حاجة جديدة نزلت اسمها أليترا بلس، وقالت لي في حاجة قبلها اللي هي فريكشن بليزر. أيوة. فتنصحني حضرتك بإن أعمل إيه؟ شوفي يا سهى، هو أنت بتتكلمي على قضية آثار حب الشباب في الجسم في الوجه.
لما بيكون الاثار دي مش كبيره قوي، يعني حفر مش بسيطه، حفر بسيطه مش حاجه عميقه قوي، ممكن جدا الليزر العادي او الفراكشنال ليزر يكون معقول. في بعض الناس بيستعملوا حاجات زي الحقن، خلايا جذعيه او بي ار بي او بلازما او دهون، ساعات بتحسن شويه. لكن لما بتبقى الحفر عميقه عايزين ليزر عميق، اللي هو بيبقى الكربون دايوكسيد ليزر، اللي هو بتقعدي بعديه اسبوع في البيت عشان يخف. في جميع الاحوال هيحصل تحسن، بس احنا ما نقدرش اقول لك تعملي ايه غير لما اشوف دي الدرجه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، وشكل التعاد هل يا ترى دي احنا نقدر نحدد بقى نوعها ايه الانسب ليها. ففي جميع الاحوال هيبقى في تحسن، درجه التحسن هتختلف على اختيار الطريقه المناسبه لنوع جلدك ونوع التقاح. هنكمل تاني بعد ما نشوف موضوع تجميل الصدر عن طريق التصغير، ما له وما عليه. خليكم على بعد الفاصل. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. احنا بنتكلم على حاجه اسمها تجميل الثدي عن طريق التصغير، غير تجميل الثدي عن طريق التكبير. يعني هو جراح التجميل ده دايما في ناس عندها شعر عايزه تشيله، ناس عندها مفيش شعر عايزه تزرع، ناس عايزه تكبر، ناس عايزه تصغر، ناس عايزه تحيي، ناس عايزه تشيل. انما في الاخر المقياس العام هو استعاده التناسق المطلوب، او استعاده جمال مفقود، او استرجاع الجمال اللي كان موجود. في جميع الاحوال احنا عايزين نوصل للصدر ده لشكل يتناسب مع حجم الجسم، بشكل يكون مقبول جميل، مش بس تصغير. ما هو ممكن يبقى تصغير وتحتي من المشاكل اللي عندك، لكن العمليه مش تجميل. هي دي النقطه اللي احنا دايما بنركز عليها، وده اللي انت هتوصلي له بالمناقشه قبل العمليه. وبالتالي احنا قلنا اول حاجه هي دايما اهم حاجه نتكلم. احنا بنبتدي العمليه بان احنا نصور الصوره، ما يبانش فيها الوش، تخافيش. صور عشان يبقى عندنا وثيقة documentation عشان نقدر نقارن بعد كده. الصورة دي بناخد فيها المقاسات وبندي نعمل الخريطة اللي هنمشي عليها أثناء العملية، نتفق عليها مع بعض. هذه المكان الحلمة الجديدة، ده مكان الجرح. عادة الجرح بيبتدي من عند الحلمة كده وينزل خط بالطول، الخط ده بيبقى طوله تقريبا 7 سنتي مع خط تاني بالعرض مش كبير قوي. دي الطريقة الأحدث، الطريقة اللي بتضمن نتيجة أطول، النتيجة اللي هي بتسمها الفيرتيكال، خط فيرتيكال. في طريقة تانية اللي هي التقليدية بتاع زمان، حرف التي الكبير بخرج من تحت كده، ماشي، في ناس كتيرة بتعمله برضه. إنما الهدف هو الوصول لشكل مقبول متناسق مع بقية الجسم، المحافظة على الدورة الدموية والإحساس في الحلمة، الجرح ما يكونش باين بقدر الإمكان، يعني يكون صدر طبيعي مع الوقت. الجرح عموما بيختفي، انا بقول للناس الجرح اللي بالطول ده في اقل من 6 شهور بيكون اختفى تماما، اللي تحت يمكن بياخد اكتر شويه، شهرين كمان زياده. يا ترى انت بتاخد وقت قد ايه يا دكتور في العمليه؟ تقريبا يعني العمليه بتاخد من 2:30 لـ3 ساعات. اقدر اخرج في نفس اليوم؟ ممكن، خاصه لو مش حاطين الدرنقه. حط درنقه ولا ما نحطش؟ في الاغلب ما بنحطش، لكن لو لقينا في داعي، يعني الانسجه ممكن يكون فيها شويه نقوز او يعني شويه حاجه ممكن تحتاج حاجه تطلعها، بنحط الدرنقه ونقول لك بقيتي ونشيلها الصبح وتروحي والسلام. طب ايه اخبار الوجع؟ خدي بالك العمليه كلها تحت الجلد، هنا ما فيش اعصاب كتيره مهمه فما بتوجعش، او الوجع بتاعها محتمل. والنهارده اصبح بعد كل العمليات الدكاتره التخدير بيدوا جهاز متوصل معاكي في جيب الروب بتاعك، بيسموه البي سي اي، بيشنت كنترول انالجيزيا. يعني انت تتكي على زر في الجهاز ده، لما تبتدي تشعري بوجع تقوم الوجع يروح، تبقى انت اللي بتقرري تاخدي مسكن ازاي. وبالتالي هما الوجع بيبقى اول يومين او 3 وبعد كده بنشيله خالص. النقاهه بتاعتها عاده هنقول هما الـ3 ايام دول، بعد كده الواحد بيقدر يخرج ويتحرك ويغير. عاده الغرز بتتشال بعد 10 12 يوم، او يمكن ساعات بناخد غرز ما بتحتاجش تتشال اصلا، دي بتعتمد على الجراح. هتفضلي لابسه البرا فتره طبعا عشان يفضل الالتئام ويتظبط القالب بتاع الصدر يبقى مظبوط. من اكتر العمليات اللي فيها دقه من جراحه التجميل ويشتغل صح
والتكنيك اللي بيعمله وتعامله مع الانسجه وخياطه، ويحط الخياطه ازاي وما يبقاش فيه قافل اندر تنشن، والشكل العام بتبان في عمليه تجميل الثدي عن طريق التصغير. ممكن نحتاج اشعه قبل العمليه، ممكن يستحسن اشعه الماموجرام. ويا ترى هيرجع تاني يا دكتور؟ انا زي ما اتفقنا في المناقشه اللي اتكلمنا فيها من شويه، في البنات احنا بنعمل حسابنا يبقى اصغر شويه من الحجم اللي احنا عايزينه انه هيكبر شويه، لكن غالبا في الستات الكبار يعني بعد ما تكون خلفت ورضعت الثلاثينات والاربعينات وكده مش وارد، يعني غالبا ما بيحصلش، يحصل ترهل يمكن مع الوقت او كده. احنا معانا اتصال مش كده؟ الو سوزان، اتفضلي يا سوزان. ايوه السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيك. لو سمحت يا دكتور، اهلا بحضرتك الله يخليك. عملت خيوط في وشي. ايوه اتفضلي، انا سامعك، يا ريت تفضلي التلفزيون يعني. وطي التلفزيون. سايبه اثر كده. سايبه اثر وعامله تورم، واللي هو بص يا دكتور عندي 50 سنه. ايوه اتفضلي انا معاكي، يا ريت توطي التلفزيون وتكلمي. عايزه كنت اشيل التجاعيد اللي جنب الفم. فعملتي خيوط ليها، امتى عملتيها؟ بقالك قد ايه؟ فعمل لي الخيط من فوق من جنب الودن نزل على الخد، وعمل خرم ولا خياطه في الخد. ايوه طيب ماشي. فده عمل كسره بدل الكسره اللي تحت، يبقى ده حله ايه يا دكتور؟ حله ان الخيط ده يتشال غالبا، ونشوف الموضوع يتعمل ازاي من غير ما يسيب اثر، لانه واضح اللي انت بتوصفيه ده شيء مش المفروض يكون حصل. لما يتعمل خيط ويسيب اثر في الجلد وعمل خياطه في الجلد، ده مش خيط. الخيط عاده مثله ان هو بيشد من غير ما يسيب اثر. فمحتاج انه يتشال ويتعمل الحاجه اللي تناسب بقى الكسره اللي موجوده يتعمل لها ايه. موضوع الخيوط احنا اتكلمنا عليه قبل كده، وهنتكلم عليه تاني اكيد في يوم تاني، لانه زي ما تقول في مفاهيم خاطئه كتير الناس بتعملها، او في اطباء بيعملوا كل خيط وله الامكانيات بتاعته. ما نقدرش نقول ان انا بالخيط اقدر اعمل كل حاجه، او بنفس الخيط اقدر اعمل كل حاجه، لكن في انواع مختلفه ومحتاجين ان احنا نوضحهم. فان شاء الله هنوضح تاني الموضوع ده في حلقه تانيه يا سوزان. طب افرض بقى بيحصل ساعات انه تبص تلاقي الصدر كبير جدا جدا جدا، ممكن تبقى حاله مقرب السره مثلا. طبعا دي حاجه بنشوفها موجوده. طب ده هينفع نعمل اللي احنا بنوصفه ده؟ اقدر اعمله تكنيكالي، اخلي جزء من انسجه الصدر متصل بالحلمه وارفعها واعملها، بس اراهن لو كان حد هيطلع شكل جمالي. يعني ايه؟ يعني الطريقه دي ليها حدود. لو مسافه من هنا من عند الرقبه كده لغايه الحلمه 40 سنتي، كتير قوي، 40 ساعات بيبقى 45 ساعات توصل 50، يبقى الطريقه دي اللي هي التقليديه غالبا هتصغر، لكن السد شكله مش هيكون حلو. فده الشيء لازم نكون متفقين عليه، لان انا بنصحك دايما واحنا بنتكلم قبل العمليه، تعالي اساليهم وريني بقى دكتور كده حالات، نحاول نشوف حاله قريبه من حالتك قبل وبعد. فاذا كانت الحاله كبيره قوي وريني بقى انت عملتها ازاي، لان انا بسمع الكلام ده من دكاتره، لا لا انا ما بعملش غير كده، انا بعمل ورينا. بتلاقي فعلا السر اتصغر لكن مش جميل، ما هوش عمليه تجميل، وده الشيء اللي احنا دايما نحط تحتيه خط، احنا جايين من عمليه تجميل. فبيتعمل ساعتها عمليه ثانيه، شوف انا بشرحها لكن ولا وبنبسط ان انا بشرحها، لان انا عندي منها نتائج هايله، لان شفت منها نتائج هايله. بنشيل من الصدر الواحد ممكن كل ناحيه بتاعت 2 كيلو ونص، ساعات نوصل 3 كيلو من كل ناحيه. تخيل بقى واحده ماشيه ب 6 كيلو طول عمرها ليل نهار قايمه نايمه شايلاهم. ده له تاثير على الرقبه وعلى فقرات العنق وعلى الظهر وعلى الكتف وعلى كل حاجه. فده له طريقه ثانيه بقى. دي بقى الطريقه اللي بتتعمل. انا اقول مثلا الحالات دي تمثل كام في الميه في شغلي؟ اذا كنت بعمل مثلا تصغير 10 15 حاله كل شهر، فدي مثلا كل شهر نشوف حاله او كل شهرين نشوف حاله. اللي احنا بناخد فيها رقعه، ناخد الحلمه هنطلعها بره، ونصغر بقى الصدر وناخد المقاس ونطلعه وندوره ونكيفه زي ما احنا عايزين.
انا بقى مش متقيد هنا ان انا احافظ على دوره دمويه وعلى احساس للحلمه، ونعمل شكل صدر ممتاز، وبعدين نجيب الحلمه دي كرقعه نلزقها على الحلمه بتاع الصدر تاني. انا بقول تاني ان الكلام ده بيتعمل في حالات معينه وقليله، بس الناس تفتكر ده الدكتور احمد بيعمل كده. انا بعمل كده، بس انا سعيد ان اقول كده، ان انا طب ما اقدرش اوريكم صور ولا هنطلع من هنا على مباحث الاداب، لكن النتيجه دي بتاخد وقت اطول كتير بعد كده عشان الحلمه تسترجع الاحساس اللي فيها، لكن اللي انت بتستريحي راحت السنين، التعب اللي كان موجود كله قبل كده والوزن التقيل او الحجم الفظيع ده، كل ده بتلاقي نفسك حاجه تانية خالص. فاذا ده طريقه، مش هنقول انها ممنوعه، لا، دي ليها حدود وليها مكان، ليها مكان محترم جدا، والناس اللي عملوها عندي انا يعني عندي وعند غيري الناس اللي عملوها سعداء بيها جدا، لانه بتدي شكل اللي احنا عايزينه، بتدي الحجم اللي احنا عايزينه، وتريحك من مشاكل كتيره جدا جدا جدا. مدام سمحت اتفضلي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. ربنا يبارك فيك يا دكتور. معلش انا عندي بنت عندها 30 سنه، بس هي عندها خشونه في ركبتها. ايوه. فانا عايزه اعمل لها يعني كل ما تروح تعمل رجيم جسمها ما بينزلش خالص. ففي الاخر قالوا ان عند حضرتك الشفط، شفط الدهون في الاماكن المركزه فيها الدهون عشان ركبتها بس. هي وزنها كام؟ عرفنا انه المبلغ يعني غالي شويه. هي وزنها كام يا ام سماح؟ وزنها 86. وطولها؟ طولك كام يا سماح؟ 153. 153. ماشي. يعني هي احنا دايما بنفكر الناس انه طبعا شرفينا مسامح، ما فيش اي مشكله اما اشوفها ونتكلم في الموضوع ده، لكن انا دايما بفكر الناس ان عمليه الشفط هي عمليه تجميل وتشكيل للحجم وللقياس و الحجم والمقاس والشكل اساسا، بمعنى انه هينزل الوزن، بس ده نمره 4 هننزل، فالوزن هينزل كام يوم ما يكون في حتت في واحده بنت ومقاس سنها صغير والمقاسات دي، يعني هننزل 5-6 كيلو 7 كيلو. اذا كان ده المطلوب، الوزن اللي هي بتقوله ده ممكن يكون مفيد في حتت معينه، طالما انه في حتت محدده والشبط هايل. لكن في ساعات بيجي لي ناس يقول لي اصل انا عندي خشونه في الركبه وكل جسمي تخين وعايز يعمل شفط، اقول لهم مش هتستفيد مني كتير، خلينا الاول ندور، يا اما نعمل بنظام غذائي قوي وتمشي برياضه مع حد بتاع تخسيس كويس، يا اما تروح تعمل عمليات اللي هي بتاعت المعده اللي هي تدبيس او تشكيل او تحويل او كده. فبالنسبه لحاله سماح، ممكن وناخد الحتت معينه، طبعا لما الشفط بتعمل بنج موضعيه وبخرم صغير ونطلع كميه دهون كبيره، ممكن تتكرر كل فتره نعمل في حته معينه، يبقى كل مره نشيل مثلا 4-5 كيلو، هنلاقي الدنيا ظبطت مع سماح، مش هيبقى في مشكله. يا ترى اللي بتعمل عمليه تصغير او تجميل الثدي عن طريق التصغير، حد مره كتب كده وقال ده ليه علاقه بالسرطان والعياذ بالله، الكلام ده صح؟ طبعا هنجاوبه بعد الفاصل، خليكم معنا. اهلا بيكم، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل في الحلقه اللي احنا بنتكلم فيها عن تجميل الثدي عن طريق التصغير. مره جت واحده سالتني، يا دكتور انت، انا سمعت في التلفزيون دكتور بيقول انه في علاقه ممكن السرطان يزيد لو عملنا عمليه تصغير ثدي. مين اللي قال كده؟ طبعا لما الواحد بيتلقى معلومه لازم يعرف مصدر المعلومه ايه، اللي قال كده جاب الكلام ده منين. وطبعا ده رساله لكل المستمعين، هو دكتور ده مين؟ هو قناه دي اصلا قناه ايه؟ ده برنامج اعلاني؟ دكتور دفع فلوس ولا دكتور اصلا مؤهل انه يتكلم؟ الموضوع ده في التجميل الحقيقه محتاج تنظيم. احنا هنا في مصر زي ما وعدت حضراتكم الاكاديميه المصريه للطب وجراحه التجميل بتبذل جهود، وان شاء الله تكون نتيجتها كويسه، ان احنا نقدر ننظم من تلقي المعلومات لحضراتكم بطريقه صحيحه بالتنسيق مع الجهات المسؤوله، وزاره الصحه ووزاره الاعلام. يعني في مراجعه على الكلام اللي اتقال. احنا لو خدناها نظري، لو في خليه ناويه تطلع في جزء من الصدر، ناويه في المستقبل تكون خليه سرطانيه
والخلايا دي اتشالت مع الجزء اللي اتشال في اثناء عمليه التصغير، يبقى احنا قللنا مش زودنا، مفيش علاقه. يعني لا يوجد ولم يكتب ولم يكتب اي حاجه ان عمليه التصغير ليها علاقه بحدوث امراض في او اورام في الثدي. احنا في مصر اكتر حقيقه بنعمل العمليه بتاعت التصغير، تجميل الثدي عن طريق التصغير اكتر بكتير من تجميل الثدي عن طريق التكبير، وده له علاقه بالبادي بيلت، الجسم بتاع المصريات وعلاقته مع التكبير مع الصدر عموما، التصغير اكتر بكتير من عمليه التكبير. لكن في فئه ثالثه بتيجي كمان، اللي هي بيكون عندها ترهل فقط، هي مش عايزه تصغر ومش عايزه تكبر، لكن حصل ترهل مع تقدم العمر او مع انها كبرت وخست كتير، بحيث ان الجلد فقد المرونه بتاعته فالثدي ترهل. يبقى النوع الثالث هو تجميل الثدي عن طريق الشد. وفي بعض الاحيان بيكون تجميل الثدي عن طريق الشد وفي نفس الوقت تكبير، ده الناس بقى اللي عملت اخسيس جامد قوي، عملت عمليات اللي هي تهزيم المعده او التدبيس، او عملت رجيم جامد والصدر فضي خالص. يبقى في ترهل وفي نفس الوقت فاضي. يبقى ساعتها بنعمل الشد، يعني نرفع الحلمة في مكانها الجديد، وفي نفس الوقت نعمل تكبير عشان الصدر يتملي، يبقى نعمل قالب جديد للثدي. دي أكتر عملية بتجيب نتيجة هايلة. الصدر بيتبدل، بيبقى حاجة تانية خالص. يمكن الأقل دواما هي إن احنا نشد بس. اللي بتيجي تعمل عملية شد فقط بنقول لها خدي بالك إن ده ما بيدومش كتير. عملية الشد بس عن طريق جراحة ما بتدومش كتير، يعني بنتكلم في السنتين ثلاثة حسب بقى استعمال الجسم وحسب الواحد بيتخن ويخس ازاي وكده. فيمكن أقل عملية بتتعمل، أكتر حاجة هي التجميل عن طريق التصغير، ثم التجميل عن طريق التكبير أو تكبير وشد، وأخيرا شد فقط. أما اللي عايزة شد فقط دي نعمل لها إيه؟ هو فيش حل تاني؟ في حلول أخرى ولكن مش جراحية. يعني أنا لو عايز مثلا، انا زي ما اتفقنا الحلمه المفروض تكون عند نص الدراع، هي نازله 2 سم بس، كفايه 2 سم بس، يعني عايزه رفعه خفيفه قوي، ممكن تتعمل بالليزر. بندخل الليزر تحت الجلد زي ما بيعمل الليزر بيشد اثناء عمليات الشفط، هنستعمل الليزر فقط من غير شفط، لانه مفيش شفط بيحصل في الصدر. ما اقدرش اقول انا هصغر الصدر عن طريق الشفط، لان الصدر كبير بين التضخم بتاع الغده نفسها، ممنوع ان احنا ندخل الشفاط في الغده الا اذا كان في دهون فوق الثدي نفسه، وخاصه في المنطقه اللي كان دي اللي هو بنسميه الجدر او التيل او الديل بتاع الصدر ناحيه الابط. ده ممكن يتشفط ويقلل حجم العرض بتاع الجسم نفسه. حلو، ساعات بقى في دهون فوق الصدر متوهقه من تحت، ماشي، لكن في الصدر نفسه الشفط لا. فاذا ممكن جدا احنا نعمل شد للصدر بالليزر زي ما بنعمل الليزر بتاع الشفط، هيرفع الحلمة من مكانها لفوق يمكن سنتي سنتي ونص. ساعات نعمل جرح صغير فوق في الجلد ونرفع الحلمة بس، يعني باش نتيجها مش دايما تسيب أثر. وفي كمان استعمال الخيط، وزي ما شرحت لكم مرة قبل كده، الخيط اللي احنا بنستعمله بيتثبت في العظمة دي، العظمة دي من هنا، وبيخش تحت الجلد يصطاد الصدر ويطلع بيه فوق، يروح مكانه ثبته تاني في العظمه دي، يبقى قلب الصدر كده لفوق. بس في جزء هو لما بيمسك في الصدر بياخد عند الحلمه، ياخد الحلمه والجلد والنص الفوقاني بتاع الصدر، في جزء من الصدر بيفضل من تحت. هناخد حوالي شهر ولا اتنين تبص لي الاتنين قربوا من بعض، واللي تحت طلع فوق مع الشده بتاعت الخيط. اللي بتعمل شد لصدرها عن طريق خيوط بنديها هذا التحذير، ما تتوقعيش النتيجه الحلوه قبل شهر ونص او شهرين، هيبقى في نتيجه حلوه فعلا. طبعا في الحالات المعقوله، مش واحده متراهل قوي، اللي احنا عايزين نرفع بقى الحاله مثلا 4 5 سنتي، اكتر من كده بقى بلاش الجراحه، وغالبا هتبقى جراحه التكبير ومع الشد. اذا ممكن جدا استعمال كل حاجه حسب الحاله. احنا اتكلمنا على الجراحه واستعملنا التكبير والتصغير والشد وكل دي حاجات، لكن ما ننساش ان عملية تجميل، ما ننساش ان احنا لنا هدف، ان احنا بندور على شيء يرضيكي، بندور على شيء يكون اقرب الى الحقيقة، اقرب الى الواقع،
يستعيدي بيه ثقتك بنفسك، يستعيد بيه شكل الجسم الجمالي، التناسق المفقود بين الجسم وافجاز اجزاء الجسم المختلفه. ما يبقاش انا ايه، انا مش عايز اعمل عمليه بس عايز صدري يبقى كويس. لا، ما نقولش كده، احنا نروح للدكتور نتكلم وفي الاخر ناخد القرار. ممكن اللي انا قلته ده مش هو اللي انت عايزاه. في ناس بيجوا كده تقول لا لا خلاص انا كده حلو، خلاص حلو، احنا وصلنا احنا الاثنين للحل الصح، ان انت ما تعمليش حاجه انت مش عارفه نتائجها، بحيث انك ترجعي تندمي تاني على انك عملتي العمليه، وده الهدف اللي احنا عايزين نعمله. ام ايمان اتفضلي. يا ام ايمان. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا ام ايمان. اسامك. ممكن اسال يا دكتور؟ يعني اتفضلي، انا معاكي. سامك. العمليه دي خطيره؟ عمليه ايه فيهم؟ عمليه الشفط بتاعت الصدر ديت. انا قلت الشفط بتاع الصدر يعني لما يكون من الجناب، بنشفط من جنبين من هنا ونشفط تاني. قصدك عمليه تصغير الثدي؟ في جميع الاحوال يا ام ايمان اي عمليه قد تكون خطيره وقد تكون ليست خطيره. ازاي؟ عشان تنجح اي عمليه لازم يكون في ثلاث شروط. حضرتك تكون صحتك كويسه، ودي هنعرفها بالتحاليل والفحوصات. يعني ما اقدرش اعمل عمليه لحد عنده مرض خطير واقول له هعمل لك عمليه تجميل. يبقى لازم الاول نتاكد بالفحص الطبي وبالتحاليل وبالاشعه ان انت جاهزه لاجراء هذه العمليه. الشرط الثاني ان انا كجراح اكون بعرف اعمل عمليه. يبقى انت بتيجي، ممكن جدا تكون عمليه بسيطه وجراح ما يعملهاش كويسه، تبقى ساعتها بقت عمليه خطيره. يبقى تكون نتكلم، تسالي على الدكتور اللي انت رايحه له، تاخدي وتدي معاه، تقتنعي، تروحي تشوفي دكتور تاني، تسالي على الدكتور ده، تشوفي عيانين عملي عنده. انا بقول للنايمين كده ما تاخدش القرار بسرعه. الشرط الثالث ان احنا نعملها في مكان مجهز، ما اروحش اعملها تحت بير السلم في مستشفى تعبانه او ما فيش دكتور تخدير كويس او ما فيش تعليمات بعد العمليه التمريض كويس. هو ده الشرط الثالث. لو الثلاثه دول يا ام ايمان مظبوطين خلاص العمليه مش خطيره. العمليه تتعمل هي كعمليه بسيطه بالنسبه لنا احنا. بقى انا بتكلم كراجل بروفيشنال، كراجل راح بعمل العمليه دي وانا بعملها وانا مبسوط لاني بعمل العمليه، عارف انها كويسه، هتجدي نتيجه كويسه، بس بهذه الشروط. انت تكون كويسه، انا كجراح بعملها صح، مع في مكان مجهز ودكتور تخدير على كفاءه. طبعا يتم بين كل زي ما انت عارفه. فالنقاهه بتاعتها زي ما اتفقنا مش كبيره، والقضيه اللي بعد كده بتكون ان احنا بقى نحاول نخلي الاثر بتاع العمليه اقل ما يمكن. فبنبتدي بدري قوي باستعمال الكريمات والمراهم ولزقه السيليكون، و ممكن مثلا بعد نقول اسبوعين ثلاثه لو لقينا ان في اتجاه ان الجرح ياخد سكه انه يعلى شويه ويحمر شويه نفكر نعمل ليزر. عندنا حلول كتيره نخلي الاثر بيها ده يكاد انه يختفي في خلال زي ما اتفقنا الجزء اللي بالطول ده بياخد حوالي 6 شهور، اللي بالعرض يمكن بيوصل 9 شهور او حاجه زي كده. انت برضو تكوني مهمة او انك تسألي يا ترى انا العملية دي دائمة هترجع تاني. اتفقنا ان احنا مدى ان العملية دي تكون دايمة معاكي في الاغلب، في الاغلب مش تحتاجي تعمليها تاني، مش هيكبر الصدر تاني، الا يمكن في البنات اللي احنا اتفقنا من الاول الكلام مع بعض ان احنا في البنات بنحاول نخلي الحجم اصغر شوية من اللي احنا عايزين نعمله عادة في البنات. لانه من الحاجات بقى المهمة قوي في العملية دي واحنا بنشتغل انه يطلعوا الاثنين زي بعض. يعني الجراح لازم يكون عنده السنس، ساعات ما بيبقوش اولا زي بعض، واحد اكبر من الثاني فبيظبطهم، يصغر ده اكبر ويصغر يكبر ده اصغر. وفي عندنا مقاس كده عامل زي الطاسه كده بيتحط مقاسات A و B و C، بحيث ان انا احطه على اللي عملته الاول واقيس واخلي الثاني زيه في نفس الوقت، لو شيل شويه زيد شويه. مهمه جدا دي في العمليه. ان شاء الله الحلقه الجايه احنا هنتكلم على تساقط الشعر وزراعه الشعر في الستات. موضوع مهم ليكم جميعا. ده وعد بقى مني ليكم، وده بدايه النصيحه بتاعت اخر حلقه، ان الواحد ياخد باله قوي لما يجي يوعد حد. كتير قوي احنا بنوعد وما بناخدش بالنا ان الوعد ده ممكن يعني للي قدامي كتير جدا وانا مش واخد بالي. فاكرين قصه بتاعت الملك داخل القصر بتاعه بالليل، لقى واحد حارس واقف بره بيرتعش من الترقيع. ايه يا عم مالك؟ قال له ما عنديش هدوم تقيله والدنيا ساقعه، لكن لازم استحمل، هعمل ايه؟ قال له خلاص اطمن، هبعت لك اجيب لك حاجه دلوقتي تلبسها وتتدفى بيها. دخل الملك جوه، نسي الراجل اللي بره قاعد مستني، تصبح له ميت. طب ما كل يوم كانت الدنيا ساقعه ما كانش بيجرى له حاجه، لكن كتب رساله قبل ما يموت، انا كنت كل يوم بستحمل البرد لكن لما وعدتني قتلت فيا المقاومه بتاعتي،
بقيت مستني حاجه مش جايه، فخلاص تخليت عن مقاومتي لاني اعتمد على اللي انت بعتهولي. فخد بالك قوي وانت بتدي وعود، لان وعودك دي قد تعني اكثر مما تتصور الاخرين، وقد تهدم حاجات كتيره انت مش واخد بالك منها. شكرا جزيلا، ونشوفكم ان شاء الله بعد اسبوعين زي ما اتفقنا، وان شاء الله ده واحد هيكون على تساقط الشعر وعلاج تساقط الشعر وزرع الشعر في السيدات. والسلام عليكم ورحمه الله.